أحمد سالك بيروك عضو التنسيقية الصحراوي للوديان الثلاث واد نون الساقية الحمراء واد ذهب. نحن جئنا اليوم إلى مدينة الرباط من مدينة الداخلة والعيون كنداء استغاثة في يوم تواصلي من تنظيم هيئة المحامين بمدينة الرباط وتنسيق بالرابطة المغربية لحقوق الإنسان. هذا اليوم يعني لم يأتي عبثا، جئنا يعني كنداء استغاثة لما لحقنا من حيف ومن ظلم من الزحف المخزني الذي طال، الذي يعني الاستحواذ على أراضينا، والذي فقد الاستحواذ وهذه المصادرة أكثر من مليون هكتار. إذن هذا لقاؤنا اليوم يعني نطلب دعم ومساندة الرأي العام، ونطلب مساندة جميع الجمعيات والهيئات السياسية والحقوقية في هذا البلد، لأن كما تعلمون بأن بالنسبة للأرض لأي مغربي وخاصة الصحراوي هي أرض العرض، هي الهوية، هي التاريخ، هي سر وجودنا، هي ميلادنا. إذن وفي إطار هذا الحيف يعني والخطير في الأمر، على أن هذا تم ظلما وعدوانا من دولة المخزن، لأن هذا لحد الآن ما عرفناش حتى الإطار القانوني كيجوا بالقضية ديال الاستثمار، والاستثمار ما كاينش حتى شي حاجة، تقريبا أكثر من مليون هكتار مشات واستثمار صفر، ماشي حتى شي استثمار. وحنا في هذا الإطار جينا للعاصمة ديالنا الرباط لنحتج، ولكن بالنسبة لنا آخر مرة غادي نجيو بالنسبة للرباط هنا باش نقولوا كلمة ديالنا لازمته، وكنداء استغاثة، وكنطلبوا من الجميع ومن الهيئات الحقوقية كما قلت والمحامين وأي غير على الوطن مساندة، لأن هذا الملف الدفاع عن الأرض هو ملف مربوح 100%، وحنا وفينا كاع ندخلوا في الصراع في هذه الأمور ديال سيتو، لأن الأرض المعتدي في هذه الحالة هي الدولة، وأصحاب الأرض هما حنا أكثر من 700 سنة، وكذلك كما معروف بأن القبيلة سبقت الدولة. إذن هذا لن يثنينا وسنتشبث إلى آخر رمق، لأن هذه الأرض بالنسبة لنا هي أمانة في عنقنا، سنسلمها، سنستغلها ونتصرف فيها ونسلمها لأبنائنا وأحفادنا إن شاء الله بإذن الله. وشكرا. الندوة كنقدموها كرابطة مغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في إطار التضامن مع التنسيقية الثلاث بالأقاليم ديالنا الجنوبية بالصحراء المغربية، إقليم واد نون، إقليم واد الذهب، إقليم الداخلة، وذلك من أجل الحق في الأرض، لأنه القبائل الصحراوية والتنسيقيات التي تخلقت بالوديان الثلاث بما فيها المحامي الغزلان توصلوا من الأملاك المخزنية بالتحفيظ ديال بعض العقارات وبعض الأراضي أساسا اللي هي كتعتبر واحد الإرث ديال الجدود ديالهم وديال الوالدين ديالهم اللي كبروا فيها. وكنا كنعرفوا مدى ارتباط اي انسان كيف ما كان يعني هذا الارتباط ديالو بالارض، فما بالكم بمنطقه عزيزه على كل المغاربه واللي قدموا فيها ملكا وشعبا تضحيات جسام. كما قلت انه شرفتني الرابطه باش نتكلف بالانتداب الى جانب فريق من الزميلات والزملاء من المحامو اللي سلكوا مساطر قضائيه واداريه بشان هذه القضيه هذه. وكان أول النداءات اللي عندي أنا مستعجلة وهي موجهة للسيد والي الجهة المنطقة المعروف بحكمته وتبصره بمدينة العيون الداخلة، من أجل تعطى التعليمات للسادة العمال باش يوقفوا بعد هذه
هذا العبث، هذا عبث عبث. هنا اليوم مغاربة كنا في ظل واحد الدستور ديال 2011 اللي أعطى السيادة للقانون باعتباره اسمه شيء كيمتسد ليه كل مكونات الأمة. وكنظن الدستور كوثيقة قانونية مؤطرة للحقوق والواجبات أعطت الحق للمواطن في أي منطقة من هذه المناطق العزيزة ديال المملكة الشريفة باش يكون في قلب أي مقاربة تشاركية لصنع أي سياسة كيفما كانت. وبالتالي كنظن إقصاء إخواننا الصحراويين المغاربة من التشارك في مآل هذه الأراضي اللي قيل لهم أنها غدا تعطى في إطار الاستثمار وعلى أرض الواقع ما وجدوا حتى شي استثمار، ومن حقهم كما قالوا في الندوة أن يستغيثوا بالمؤسسة الملكية وأن يستغيثوا بالمسؤولين. وبناء على ذلك أنا وجهت نداء وأوجهه من خلالكم مباشرة للسيد وزير الداخلية المحترم سي عبد الوفي الفتيت اللي كنعرفوا فيه الحكمة والتبصر باش يخلق واحد الخلية ديال الأزمة لتدبير هذا الإشكال بتشارك مع الأعيان ديال المنطقة وتشارك مع ممثلي التنسيقيات وكذلك معنا كرابطة مغربية لحقوق الإنسان باعتبارنا نقوم بدور الوساطة في تدبير هذا النوع من المشاكل المرتبطة بالحقوق والحريات. النقطة الثالثة واللي احنا نتأسف إليها أنه يعني بالرغم من كل النداءات اللي وجهوها الممثلين ديال القبائل ومنسقيهم ما لقاوش تجاوب مع الفاعلين السياسيين المحليين والجهويين. كنتمنى من ممثلين مختلف القوى الحية بالمناطق الثلاث ديال الوديان الثلاث اللي عندها منسقيين ديالها باش يعني يكون واحد الحوار جدي لما من شأنه أن يصل إلى تمكين هؤلاء الناس من حقهم في الأرض وكذلك من أجل إيجاد حل لمعضلة لا نريد لخصوم الوحدة الترابية الوطنية ولخصوم بلدنا أن يستغلونها. وهم يقولون ذلك كما أننا نندد من خلالكم ونشجب أولا كحقوقيين كمغاربة كمحامين أن أي واحد كيوصف هؤلاء بأوصاف لا تليق بهم ولا بأجدادهم ولا وكتمس في الوطنية ديالهم والصدق ديالهم في قضية ديال الصحراء ديالنا المغربية ما كيدفعوا الحق في الأرض ويوصفون بأوصاف حاشا لله أن تكون فيهم. وكنقول من هذا المنبر يعني بركة من تخوين الناس لما يكونوا كيدفعوا على الحقوق والحريات اللي كيضمنها الدستور وكتضمنها لهم القوانين. بغيف المكتب التنفيذي ديال الجمعية غادي يجتمع من بين القرارات اللي نادينا بها واللي غنقرروا بشأنها وهو تنظيم قافلة اللي غادي تجوب كل من إقليم ودنون قلميم العيون الداخلة المحامد من أجل الوقوف في عين المكان والتواصل مع الساكنة بشأن هذه القضية هذه والتعريف بهذا الإشكال القانوني الاجتماعي التاريخي اللي كنتمنى. وانا دائما اتفائل لاننا كنعرف بلادي ما كنقولش بلادي ظلموني هي قصيده زوينه ديال الناس ديال اصدقائنا الرجويين ولكن انا كنقول في بلادي كاين حكماء في الدوله حكماء في الحكومه اللي خصهم يتجاوبوا مع هذه المطالب المشروعه والشرعيه والتاريخيه الثابته بالوثائق وبالحجج اللي غادي نقدموا فيها مذكره ترافعيه للسيد وزير الداخليه وللسيد والي الجهه وللساده العمال بمعيه المنسقين. فريق الدفاع يتكون من هاد عبد الضعيف ومجموعه من الزملاء والزميلات من نقابه اكادير والعيون وكذلك من مراكش ومن مختلف ربوع المملكه المغربيه. كنشكركم مجددا وكنتمنى من الله نكونوا عند حسن الظن جميعا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس
وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.